السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير من اخر فيديو شفتكم فيه، وربنا يجيب لكم كل الخير والسعادة. النهاردة هنعمل جلاش بالسبانخ. السبانخ دي طبعا اكلة غير محبوبة من الاولاد، محدش بيحبها خالص، لكن لما هتعمليها في القلب الجلاش طعمها حلو جدا وما بتبانش، والصراحة عجبت كل الاولاد وما حسوش خالص انها سبانخ، لان انا ما قلت لهمش ان هي سبانخ اصلا. هنعملها النهاردة بالجبنة القريش والجبنه الموتزاريلا، وهنحط بس فيها قرن فلفل كده عشان يطعمها شويه. المكونات بتاعتنا عباره عن كيلو سبانخ، حوالي نص كيلو جبنه قريش طبعا منقوعه بالليل في الميه عشان تبقى عتبه جدا، عشان طبعا السبانخ بتدي ملح شويه، وشويه جبنه موتزاريلا عشان نحطها في الفرشه تحت في الجلاش فوق وتحت السبانخ عشان تمسك كويس فيها، عشان ايه ما تفكش وهم الولاد بياكلوها. ومعانا طبعا ربطتين جلاش. هنبدا في تكوين المقادير دلوقتي مع بعض. دلوقتي هنبدا بقى مع بعض، وطبعا الوصفه دي اختي بقى اللي بتعملها، عشان زي ما القناه بتقول انا واختي. هي هنحط فصين توم كده بس عشان يطعموا السبانخ شويه، نحمرها شويه ونحط معاها الفلفل، وزي ما اتفقنا قبل كده ان احنا بنحط التوابل على النار علشان ريحتها تطلع وطعمها يبان. فنحط الفلفل الاول، وزي ما انتم ملاحظين احنا ما حطيناش ملح عشان الاول نشوف السبانخ، لان هي بتبقى ملحها زياده من نفسها، فايه لما نحطهم على بعض الاول وتدبل هنشوف طعمها ازاي. ده قرن فلفل حراق، بس للي حابب، يعني اللي مش حابب حراق ما يحطهوش، بس احنا عشان بنحب الحراق. وطبعا المقادير اللي انا عاملاها ديت عشان صينيتين مش صينيه واحده، طبعا اللي يعمل صينيه واحده يقلل في الكميه، يعني يبقى نص كيلو سبانخ وربطة جلاش واحده بس. طبعا عشان انا واختي مع بعض، فاولادنا سوا، فعشان كده ايه بدل ما بنعمل صينيه بنعمل صينيتين. هنحط السبانخ واحده واحده لحد ما تدبل، وبعد كده هنسيبها تبرد ونبدا نطبق الجلاش معاها. كده شوفوا السبانخ خبتت ازاي. احنا مش هنسيبها طبعا تستوي على الاخر، هطفي عليها النار واسيبها تبرد مع نفسها، والنار طبعا هتسويها زياده علشان احنا بنحبها تبقى صحيه اكتر، لكن السبانخ كمان كل ما استوت اكتر بتزداد ملوحه، وفي نفس الوقت طعمها ما بيبقاش حلو. فاحنا كده هنطفي عليها ونسيبها تبرد عشان نحط بعد كده عليها الجبنه القريش ونبدا نطبقها مع الجلاش في الصينيه ان شاء الله. كده هنبدأ بقى نطبقها، بس طبعا اختي اشتغلت بسرعة فحطت الجلاش تحت والصينية، هي بتحب تشتغل بايديها ما بتحبش الفرشة خالص، عشان تحب احس بالحاجة، تقول لي ايدي انا بحس بالحاجة اكتر لما بشتغل بيها. فعشان كده يعني لو حد عنده اعتراض يعني عشان لبس الجوانتي والكلام ده، احنا بنعمل الاكل لينا احنا في بيتنا، ما حدش هياكله غيرنا، فلكن اللي حابب يلبس جوانتي طبعا دي حاجه حريه شخصيه ترجع لكم يعني، بس احنا عشان نبين لكم ان احنا بنعمل لكم الحاجه على طبيعتنا. هي دلوقتي هتحط نص اللفه بتاعت الجلاش، وطبعا من كل طبقه والتانيه بنحط شويه زبده، وبنحاول بقدر الامكان ما نكترهاش عشان ما تبقاش ايه مليانه دهون كتير. هترش شويه جبنه موتزاريلا الاول، وبعد كده هنحط السبانخ والجبنة القريش، ونرجع تاني نرش شوية جبنة موتزاريلا، ونطبق بقية ورقة الجلاش. طبعا حشوة الجبنة القريش دي احنا عشان الولاد ما بيحبوش لا الجبنة القريش ولا السبانخ، فعملناها بكده، وفي نفس الوقت اقتصادية. اللي حابب طبعا يحط جبنة شيدر، يحط اي انواع جبن، دي حاجة ترجع لكم يعني، وحسب امكانية كل واحد. ومع الظروف الاقتصادية دلوقتي فتعتبر الجبنة القريش برضو هي مش غالية، مش رخيصة برضو قوي، فنطعمها بشوية جبنة موتزاريلا، فنا ممكن نحط لها برضو كمان شوية جبنة شيدر اذا في المتوفر يعني. كده حطينا الجبنة القريش وحطينا السبانخ، بس طبعا هي سخنة شوية بس عشان احنا مستعجلين، عشان تأخرنا على ميعاد الغدا وعايزين نعملها بسرعة قبل الولاد ما يجوا يشوفوا السبانخ، ويارب ما يشوفوا الفيديو ده عشان ما يعرفوش ان احنا كنا بنضحك عليه. هنحط تاني طبقة جبنة قريش وطبقة جبنة موتزاريلا خفيفة، علشان برضو زي ما قلنا ورق الجلاش يمسك فيها كويس.
وممكن على فكرة نحط مثلا حزمة بقى كزبرة خضرة مع السبانخ، تديها ريحة حلوة وطعم كمان للي حابب، اللي مش حابب يحطها، دي حاجة برضو ترجع للذوق الشخصي. هنخلصها بقى كلها وهنحط طبقات الجلاش وبعدين نكملها ونحطها في الفرن ان شاء الله. يلا خلاص كده قطعنا الجلاش وجهزناه، هنجيب بقى كوباية الا ربع حليب عشان هنحط معاها بيضتين، وحطينا على البيضتين شوية ملح وفلفل، بس شوية ملح صغيرين برضو. هنحطه على الجلاش وندخله الفرن، وبعد ما يطلع ان شاء الله اوريه لكم، والف هنا وشفا علينا وعلى اللي يعملوا ان شاء الله ويجربوا باذن الله. دي صينية الجلاش بعد ما طلعت من الفرن، شايفين شكل السبانخ باين منها ازاي. ان شاء الله تعجبكم باذن الله وتنال رضاكم، والولاد ياكلوها وينبسطوا بيها ويستفيدوا من الفيتامينات اللي في السبانخ. وما تنسوش تقولوا لنا رايكم فيها ايه، وتعملوا سبسكرايب وشير ولايك، وسامحونا لو حصل اي غلطة مننا، وان شاء الله كل حاجة تعجبكم باذن الله. ولو في اي اراء من حضراتكم ممكن تضيفوها لنا في الكومنت. مع السلامة واشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله.